بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، معكم مستر حامد البيومي. برحب بكم يا أولاد وبكل السادة محبي ومشاهدي قنوات الإسكولة التعليمية في كل مكان. معانا النهاردة إيه؟ معانا بإذن الله حلقة مختلفة، فكرة جديدة وحالة جديدة علينا في الإسكولة. إيه هي الفكرة وإيه هي الحالة؟ حلقة مراجعة ليلة الامتحان. طب إيه الجديد اللي فيها؟ ما إحنا عملنا قبل كده. لا، اللي عملناه قبل كده مختلف عن اللي بنعمله السنة دي. عملنا قبل كده حلقة تفصيلية كبيرة، وعملنا قبل كده 6 حلقات متفصلة. لمين؟ للتعليلات اللي في المنهج بالكامل، وكان معانا حلقة للمفاهيم والتعريف والمصطلحات والنظر اللي موجود في علوم الصف السادس، ومعانا حلقة تالتة للرسوم والصور والتجارب العملية تجميع شامل ليها، وكان معانا حلقة لجميع المقارنات اللي عدت علينا في المنهج، ومعانا حلقة للأسئلة العامة، ومعانا حلقة 6 لوظائف الأعضاء اللي عدت علينا. كان معانا 6 حلقات تفصيلية من حلقات مراجعة ليلة الامتحان غير الحلقة العامة الكبيرة. أمال إيه الجديد النهاردة؟ فكرنا فكرة جديدة نعمل إيه عشان نقدمه لرواد الإسكولة ولطلبتنا في كل مكان. فكرنا إن إحنا نحل أسئلة الكتاب المدرسي اللي ورا كل درس ونجمعها، واللي بنلاقي فيها تنوع كبير على أسئلة منهجنا. صوب وصح وغلط وأكمل واختيار من متعدد والمصطلح العلمي والتعليلات وماذا يحدث والرسوم بالصور والبيانات، واللي بتغطي 4 وحدات معانا. الوحدة الأولى واللي اشتملت على درسين، الروافع وأنواع الروافع، والوحدة الثانية واللي ذكر فيها المصابيح الكهربية وأخطار الكهرباء، والوحدة الثالثة ودرسنا فيها 2 درس كسوف الشمس وخسوف القمر، والوحدة الرابعة واللي كان فيها درس امتصاص الماء والأملاح الزائبة. 6 دروس على مين؟ على منهجنا، و4 وحدات. فين الأسئلة بتاعتهم المهمة؟ هي اللي مجمعينها وجايين نقدمهم هدية ليك. يلا نروح ما نضيعش وقت، وأول أسئلتنا وأول دروسنا والدرس الأول الروافع. صح وغلط، نمرة 1، تتشابه جميع الآلات في الشكل والحجم، الإجابة طبعا خطأ. نمرة 2، تتكون جميع الآلات من ساق متينة سواء كانت مستقيمة أو منحنية، أقول له صح ودي مكونات الرافعة. نمرة 3، تصنع هذه الآلات من نفس المادة، أقول له الإجابة خطأ لأن المواد بتختلف عن بعضها. تستخدم جميع الآلات لتحريك جسم ما، أقول له الإجابة صحيحة. يؤثر شخص بقوة على كل آلة، طبعا لابد من وجود مؤثر يؤثر على كل آلة. النقطة اللي بعدها، توجد نقطة ثابتة ترتكز عليها كل آلة، الإجابة طبعا صحيحة، دي كلها بتعتمد على عناصر الروافع الثلاثة، قوة ومقاومة ونقطة ارتكاز. السؤال الأولاني في الرسوم جايب لي الرسمة الأولانية وعايز اسم الرافعة والوظيفة. اسم الرافعة ماسك التلج، طب الوظيفة يحمي من البرودة. الرافعة الثانية أقول له مين؟ المكنسة اليدوية، ناقص حرف الايه؟ السين، بعمله أنا هو مكنسة يدوية. طب الوظيفة ايه؟ جمع القمامة. طب التالتة اسم الرافعة مضرب الهوكي، طب الوظيفة زيادة سرعة الكرة. الرافعة اللي بعدها ولد ماسك ايه؟ ملقط، بيلتقط الأشياء الصغيرة، يبقى جذب الأشياء الدقيقة الصغيرة. بنين عتلة بيرفع بها صخرة، اسم الرافعة العتلة. طب الوظيفة توفير الوقت والجهد، وبتعمل على تكبير القوة. اللي بعده مين دي؟ كسارة البندق، طب وظيفتها تكسير البندق وكمان توفير الجهد. بعض الروافع المختلفة بالصور والرسوم. السؤال اللي بعده، اكتب المفهوم والمصطلح العلمي، نقطة ثابتة ترتكز عليها الساق المتينة، اقول له نقطة الارتكاز. طب ساق متينة تتحرك حول نقطة الارتكاز وبتؤثر عليها قوة ومقاومة، اقول له ده تعريف الرافعة.
نمرة جيم روافع نقطة الارتكاز في الوسط بين القوة والمقاومة. أقول له عرفتها، دي روافع النوع الأول. نمرة دال روافع تكون فيها القوة هي اللي في الوسط بين المقاومة ونقطة الارتكاز. أقول له دي روافع النوع الثالث. نمرة هي روافع تكون فيها المقاومة هي اللي في الوسط بين القوة ونقطة الارتكاز. طالما المقاومة في الوسط تبقى روافع النوع الثاني. شريحة مهمة على المصطلح العلمي. السؤال اللي بعده أكمل، الروافع تجعل أداء المهام أكثر سهولة، إزاي؟ عن طريق الوظائف الفرعية يا أولاد. من وظائفها الفرعية؟ تكبير القوة، وإيه كمان؟ تكبير المسافة أو زيادة السرعة. نمرة به تعد العتلة رافعة من النوع الأول. طب المكنسة اليدوية رافعة من النوع الثالث لأن القوة في الوسط. طب عمو عايز أمثلة على روافع النوع الأول، نقول له مين؟ المقص والكماشة والعتلة لأن نقطة الارتكاز في الوسط. طب عايز أمثلة على روافع النوع الثاني من المشاهير، كسرت البندق، فتحت المياه الغازية، وكمان عربت الحديقة. نمرة هي أمثلة على روافع النوع الثالث، نقول له الملقط ومضرب الهوكي وصنارة السمك والمكنسة اليدوية. السؤال اللي بعده جايب لبعض الروافع وبيقول لي صنف الروافع حسب حالتها، أول ولا تاني ولا تالت. مين دي؟ طلمبة الماء. طب دي بتمثل رافعة من النوع الأول لأن نقطة الارتكاز في الوسط. اللي بعدها مين؟ عربة الحديقة. طب ودي رافعة من النوع الثاني لأن المقاومة فين؟ في الوسط. طيب التالتة مين دي؟ الدباسة. طب رافعة من النوع الثالث ليه؟ لأن ضغطة وقوة إيدك في الوسط، القوة بين نقطة الارتكاز والمقاومة اللي هو الدبوس. الصورة الرابعة مضرب الهوكي. طب ودي رافعة من النوع الثالث لأن قوة إيدك في الوسط، فتحت المياه الغازية رافعة من النوع الثاني لأن القزوزة دي اللي هي المقاومة في الوسط بين نقطة الارتكاز وبين القوة. الشريحة اللي بعدها بيقول لي على أنواع الروافع أول وتاني وتالت. هنا نقطة الارتكاز في الوسط، طب في التاني المقاومة بين القوة ونقطة الارتكاز، طب في التالت القوة في الوسط. طب عايز أمثلة، هو جاب مثال لكل نوع لكنه عايز أمثلة أخرى. هنا مين؟ نشوف الكماشة. طب أمثلة أخرى، المقص والعتلة. هنا كسرت البندق، طب أمثلة أخرى نجيب مين؟ عربة الحديقة وفتحت المياه الغازية. هنا ماسك الايه؟ الحلوى. طب نجيب مين؟ نجيب المكنسة اليدوية وصنارة السمك. السؤال اللي بعده أكمل ما يلي، ينص قانون الروافع على ايه؟ على ايه؟ القوة في ذراعها بتساوي المقاومة في ذراعها. نمرة به، نوع الروافع الذي يوفر الجهد دائما هو النوع الثاني، بينما نوع الروافع الذي لا يوفر الجهد دائما النوع الثالث. نمرة جيم، توفر روافع النوع الأول الجهد، هي لها ثلاث احتمالات، إذا كان مين أكبر؟ أيوة، إذا كان ذراع القوة الخاص بينا أكبر من ذراع المقاومة الخاص بالشخص اللي قصادنا. تتساوى القوة مع المقاومة في الروافع، إمتى؟ إذا كان ذراع القوة بيساوي ذراع المقاومة. السؤال اللي بعده علل، وأول تعليل ليه بتوفر روافع النوع الثاني الجهد دائما؟ الإجابة لأن ذراع القوة أكبر من ذراع المقاومة، فيكون الجهد المبذول أقل فتوفر الجهد. نمرة به، ليه روافع النوع الثالث لا توفر الجهد دائما؟ عكس الإجابة، لأن ذراع القوة دائما أقل من ذراع المقاومة فيكون الجهد المبذول أكبر. نمرة جيم، يمكن أن تتساوى القوة مع المقاومة في النوع الأول فقط. إيش معنى النوع الأول فقط؟ ده السؤال، لتساوي ذراع القوة مع ذراع المقاومة. نمرة دال، بعض الروافع ذات أهمية للإنسان برغم أنها لا توفر الجهد،
الإجابة لوجود وظائف أخرى كثيرة مثل تجنب المخاطر، زيادة السرعة، الدقة في أداء العمل وغيرها من وظائف الروافع. السؤال اللي بعده نمرة 3، حدد مين من الروافع الأتية يوفر الجهد مع ذكر السبب، ده شكل ألف وده شكل ب، مين فيهم؟ برافو كل اللي قال الرافعة ألف ديا هي التي توفر الجهد. طب ليه؟ لأن ذراع القوة واللي أخذ المسافة ما بين مين؟ ما بين نقطة الارتكاز وما بين القوة أكبر من ذراع المقاومة. ذراع القوة أكبر من ذراع المقاومة بمسافة أطول، يبقى توفر مين؟ توفر الجهد. الشريحة اللي بعدها مسألة رافعة من النوع الأول، القوة 500 نيوتن، وادي طول ذراعها وادي المقاومة، وقلنا الرجل بيدينا 3 معلومات وبيسأل على المعلومة الرابعة وبنحلها زي طريقة درس التناسب في الرياضيات. نكتب ايه الأول؟ قانون الروافع، القوة في ذراعها بتساوي المقاومة في ذراعها. نعوض بقى، هنا 500 وهنا 20 وهنا 200 وهنا فاضي. طب العنوان اللي هجيبه ذراع القوة، شرطة كسر، الجنب المليان يقعد فوق واللي مالوش زميل يطلع تحت، تطلع 50 سنتي وده ذراع طولها بالسنتي لأن دي الوحدة المستعملة في المسألة. السؤال اللي بعده سؤال توصيل، روافع النوع الأول، بص معايا يلا مين اختار؟ مين؟ أيوة برافو عليك، روافع النوع الأول تيجي مع مين؟ تيجي مع نمرة 2؟ لا، روافع النوع الثاني هي التي توفر الجهد دائما، يبقى دي رقم 2. طب روافع لا توفر الجهد دائما تيجي مع مين؟ تيجي مع روافع النوع الثالث، دي معديا أهيا. طب هنا روافع توفر الجهد أحيانا، مين اللي بيوفر الجهد أحيانا؟ برافو عليك، روافع النوع الأول. طب نقطة ثابتة يرتكز عليها الساق الماتينة، أقول له عرفتها بنقطة الارتكاز ونوصلها بالتوصيل بتاعها، نقطة الارتكاز رقم 7. طب ساق متينة تتحرك حول نقطة ثابتة، أقول له بدم ساق يبقى الرافعة، يبقى دي إجابتها ونكتب رقم 4 في المكان الخالي. سؤال سهل وجميل، الشريحة اللي بعدها صح وغلط، روافع النوع الأول تكون المقاومة بين القوة ونقطة الارتكاز، الإجابة طبعا خطأ، أمال مين؟ نقطة الارتكاز في الوسط. روافع النوع الثاني القوة هي اللي في الوسط، الإجابة خطأ لأن دي روافع النوع الكام اللي فيها القوة، برافو عليك الثالث. نيجي للسؤال اللي بعده نمرة جيم، روافع النوع الثالث تكون نقطة الارتكاز بين القوة والمقاومة، خطأ طبعا، ومين التصويب؟ ده دي روافع النوع الأول. نمرة دال العتلة، من الأمثلة على النوع الأول؟ برافو كل اللي قال، إجابة صحيحة. نمرة هاء، ذراع القوة لو كان أصغر يبقى وحش ليا من ذراع المقاومة، توفر الجهد، منين وحش وتوفر؟ الإجابة خطأ طبعا، لا توفر الجهد أو أكبر من. ونشوف السؤال اللي بعده أكمل، كسرت البندق هي رافعة من النوع؟ أيوة الثاني. المكنسة اليدوية من أمثلة روافع النوع؟ أيوة الثالث. المقص أبو نقطة الارتكاز في الوسط، يبقى رافعة من النوع الأول. نمرة دال قانون الروافع، القوة في ذراعها بتساوي المقاومة في ذراعها. نمرة ه، نوع الروافع اللي ممكن يحصل تساوي للذراع ده مع الذراع ده، أقول له بدم تساوي يبقى النوع الأول عندما تكون نقطة الارتكاز في الوسط. الشريحة اللي بعدها مقارنة جميلة بين النوع الأول والتاني والتالت من حيث التعريف والأمثلة وكمان توفير الجهد، يلا ناخدها واحدة واحدة. النوع الأول روافع تكون فيها نقطة الارتكاز في الوسط، التاني المقاومة في الوسط بين القوة ونقطة الارتكاز، التالت القوة في الوسط. طب توفير الجهد، الأول توفر أحيانا، التاني ما شاء الله توفر دائما، أحلى وأجمل نوع، التالت لا توفر دائما. طب أمثلة الأول، المقص والعتلة إحدى الأمثلة. طب التاني، كسرت البندق وفتحت المياه الغازية وعربت الحديقة. طب التالت، ماسك الحلوى وماسك الفحم
والمكنسة اليدوية وصنارة السمك دي عينة وليست الكل. سؤال اللي بعده، صنف الآلات الآتية، مين الأولى؟ صنارة السمك. طب روافع، النوع الثالث لأن قوة إيده في الوسط القوة قاف. طب التانية مين دي؟ الأرجوحة أو الميزان. طب دي من نوع الأول لأن نون نقطة الارتكاز في الوسط. طب فتحت المياه الغازية رافعة من النوع الثاني لأن المقاومة في الوسط اللي هي الغطاء بتاع الزجاجة. طب مين ده؟ مضرب الهوكي رافعة من النوع الثالث لأن قوة إيدك في الوسط. طب ايه ده؟ مجداف المركب، الحبل مربوط في النص يبقى نقطة الارتكاز في الوسط أول. طب ايه دي؟ كسرت البندق رافعة من النوع الثاني لأن البندق الغالية دي تعتبر مقاومة والمقاومة في الوسط يبقى تاني. نيجي لشريحة تانية، مسألة بيقول رافعة من النوع الثاني، قوة مؤثرة 200 نيوتن، الزراع موجود والمقاومة موجودة وبيسأل على زراع المقاومة. نكتب قانون الروافع، القوة في زراعها بتساوي المقاومة في زراعها، ونودي كل واحد عند بيته. رصينا الرصة، نجيب مين؟ العنوان، زراع المقاومة، الجنب المليان فوق واللي مالوش زميل تحت. طلعت الإجابة وصمتي لأن العنوان زراع والمسألة بالصمتي. السؤال اللي بعده، مسألة أخرى من تدريبات كتاب المدرسة، مش ماشية بالترتيب المراضي، اداني طول الزراع واداني طول زراع المقاومة واداني المقاومة، يبقى هيسأل على القوة. قانون الروافع بيقول القوة في زراعها بتساوي المقاومة في زراعها، ونعوض حطينا كل واحد في مكانه، ادي زراع القوة وادي المقاومة وادي زراع المقاومة والفاضي عند القوة، يبقى العنوان اسمه القوة. العنوان اسمه ايه يا شطار؟ القوة فقط. قانونها ايه؟ شرطة كسر المقص المليان على الفاضي تطلع 900، وبدام قوة او مقاومة يبقى تمييزها نيوتن. السؤال اللي بعده، اكمل ما يلي من انواع المصابيح، عندنا نوعين، المصابيح المتوهجة العادية ومصابيح الفلوريسنت. نمرة به، تصنع الفتيلة من مين؟ من مادة التنجستين او التنجستين. طب ايه ميزتها؟ درجة انصهارها مرتفعة. طب يتكون المصباح الكهربي من ايه؟ وعايز ثلاث مكونات اساسية. اقول له فتيلة المصباح من التنجستين، انت فخ زجاجي رقيق وقاعدة معدنية. نمرة دال، يحتوي مصباح الفلوريسنت على غاز، اقول له غاز الارجون الخامل. السؤال اللي بعده، اكتب المصطلح العلمي، طريقة لتوصيل المصابيح واحد تلو الآخر. امسك حرامي، بدل قال تلوة يبقى الإجابة طريقة التوصيل على التوالي. نمرة به، مين الوسيلة اللي بتحول من كهربية لضوئية؟ أقول له عرفته، المصباح الكهربي. من الطريقة اللي بتوصل المصابيح ما شاء الله مسارات فرعية ولا تتأثر الإضاءة؟ طريقة التوصيل على التوازي، الطريقة الحلوة الجميلة. السؤال اللي بعده، ماذا يحدث عند صنع فتيلة المصباح من الحديد؟ الإجابة نقول له لا يضيء المصباح. طب إيه اللي يحصل لو وجد هواء داخل المصباح؟ نقول له تحترق الفتيلة ويتلى في المصباح لوجود غاز الأكسجين الذي يساعد على الاشتعال. نمرة جيم، توصيل المصابيح بالدايرة في المنزل على التوالي، أقول له طريقة وحشة ولها عيوب، تقل شدة الإضاءة وتنطفئ جميع المصابيح. إمتى؟ إذا احترق مصباح أو إذا تلف مصباح. السؤال اللي بعده، اكتب تفسيرا علميا وجود قطعتين معدنيتين في قاعدة المصباح، عايز فايدتهم، توصيل المصباح بالدايرة الكهربية، توصيل المصباح بالدايرة الكهربية. طب والتانية؟ يلا نقول مع بعض، توصيل المصابيح على التوازي في المنزل، ليه؟ حتى لا تتأثر الإضاءة، وعمل المصابيح بتلف أي مصباح. طيب تصنع فتيلة المصباح الكهربي من مادة التنجستين، درجة انصهاره مرتفعة كما أنه يتوهج ويشع ضوء بطريقة جيدة عند مرور التيار الكهربي.
سؤالي اللي بعده، من أمثلة المواد جيدة التوصيل للكهرباء مين؟ إن حسو الألمونيوم. طب اللي بعده، من أمثلة المواد العازلة للكهرباء لا توصل، خشب، بلاستيك، ها، زجاج. طب من أخطار الكهرباء؟ الحرائق الكهربية، الحروق الكهربية، الصدمة الكهربية، عفانا الله وإياكم. تؤدي حروق الجسم النتيجة عن التيار الكهربي، أول ما يقول الحروق نقول له بتؤدي لمين؟ تدمير أنسجة الجسم، تدمير خلايا الجسم، دي الحروق الكهربية. نمرها، لا يمكن إطفاء حرائق الكهرباء بالماء، لأن المية الغير نقية مالها تعمل إيه؟ جيدة التوصيل للكهرباء، فتزيد من الحريق وتؤذي الأشخاص المنقذين. السؤال اللي بعده، من أسباب الحرائق الكهربية هات سببين، التحميل الكهربي الشديد. طب وإيه كمان؟ لو وضعنا جهاز بيولد حرارة بجانب مواد قابلة للإشتعال تحدث الصدمة الكهربية نتيجة لمرور مين؟ التيار الكهربي الشديد خلال جسم الإنسان. طب ضرر الصدمة الكهربية يتوقف على كم عامل؟ شدة التيار وزمن التيار، وده سؤال مهم جدا. نمرة، هات بعض الاحتياطات من التعامل مع الكهرباء. أول نصيحة، عدم العبث بالتوصيلات الكهربية، عدم لمس المفاتيح واليد مبللة بالماء، دول إحدى النصائح. طب من أسباب الحروق الكهربية نقول له ملامسة الجسم لمصدر الكهرباء، إيه كمان؟ ملامسة الجسم للشرارة الكهربية، دي شريحة مهمة جدا، ودايما أكتب لك اسمي على الحاجة المهمة. السؤال اللي بعده، ماذا يحدث لو تم إدخال جسم معدني في القابس؟ يا خسارة، نقول له إيه؟ تحدث صدمة كهربية وقد تؤدي للوفاة. تم وضع المدفأة ملصقة للمفروشات، اوعى تعمل كده، ليه؟ تؤدي لحدوث حرائق ناتجة عن التيار الكهربي. إذا لامست الشرارة الناتجة من الحريق الكهربي لأحد أجزاء الجسم أقول له ربنا يلطف، إيه اللي يحصل؟ وجود تدمير لخلايا وأنسجة الجسم لأنها بتسبب حروق كهربية. إذا لمست أحد الأسلاك غير المعزولة وكنت ملامس للأرض نقول له إيه؟ تحدث للإنسان صدمة وصعق كهربي. نمرة، إيه؟ إذا تم إطفاء حرائق الكهرباء بالماء اوعى تعمل كده ابدا، يزداد الحريق وخطوطه، ليه؟ لان الماء جيد التوصيل للكهرباء، ليه؟ لوجود املاح مذابه فيه مما يزيد من الحريق ويؤذي الاشخاص المنقذين. السؤال اللي بعده، اكتب المصطلح العلمي احد اخطار الكهرباء وتحدث لمرور الكهرباء في جسم الانسان، مين الاجابه؟ الصدمة الكهربية. نمر به، حرائق نتيجة لزيادة درجة الحرارة، بدم شفت زيادة الحرارة يبقى الحرائق الكهربية. أحد أخطار الكهرباء اللي بتتلف أنسجة الجسم، طالما تلف الأنسجة والخلايا يبقى مد بالواو الحروق الكهربية عشان تفرق بينهم. السؤال اللي بعده، جايب لي عنوان كبير الكهرباء وبيسأل على طرق الاستفادة اللي هي الأهمية وكمان الأخطار وكمان الاحتياطات، يلا نجيب بعضهم وليس كلهم. طرق الاستفادة، طهي الطعام وحفظ الطعام باردا وإضاءة المنازل. طب أخطار الكهرباء نقول له ثلاث أخطار، حرائق كهربية، حروق كهربية، وصدمة كهربية، ربنا يعافيكم. طب الاحتياطات هنجيب بعضها، عدم العبث بالتوصيلات، عدم إلقاء الأسلاك تحت السجاد، عدم لمس المفاتيح واليد مبللة، موجودة في كتاب الشرح المهم. أكمل ما يلي، هناك طريقتان لتوصيل الكهرباء، من هما؟ التوالي والتانية التوازي. نمر به، هات بعض الاحتياطات من الكهرباء للسائلين، عدم العبث بالتوصيلات، عدم لمس المفاتيح واليد مبللة. نمر جيم، مكونات الدائرة الكهربية، مصباح، مفتاح، بطارية، سلك. تاني، مصباح، مفتاح، بطارية، سلك. نمر دال، من أمثلة المواد العازلة الخشب، البلاستيك، الزجاج، وغيرهم وغيرهم. في حال توصيل المصباح على ايه؟ تقل شدة الإضاءة، يبقى الطريقة الوحشة
طريقة التوصيل على التوالي وللشريحة الأكمل. السؤال اللي بعده بيقول لي صحح ما تحتوي خط في المصباح الكهربي بيتم تحويل من كهرباء الحركة غلط أمال إلى طاقة ضوئية. نمر به تصنع الفتيلة من الكربون خطأ من مادة التنجستين. نمر جيم طريقة توصيل المصابيح على التوازي بتبقى تلو الآخر غلط التوالي هي الإجابة الصحيحة. نمر دال يوجد نقطتين عند كل طرف من المصباح العادي غلط من مصباح الفلوريسنت نقاط توصيل كهربي. يحدث الحريق الكهربي لمرور التيار الكهربي الشريد غلط مش الحريق أمال الصدمة الكهربية. يتم توصيل المصابيح في المنزل يبقى طريقة جميلة مش التوالي أمال التوازي. نمرة زين تظل المصابيح عند توصيلها على التوالي في حال التلف المصباح غلط مش التوالي أمال التوازي. نمرة ح يحتوي الانتفاخ الزجاجي على غاز الهيدروجين غلط أمال غاز الأرجون الخامل. نمرة ط الخشب من المواد جيدة التوصيل هنشتاله ونحط النحاس أو أي مادة موصلة. السؤال اللي بعده أكتب تفسيرا علميا علل يحتوي الانتفاخ زجاجي على غاز خامل عايز فوائده طب فايدته إيه حتى لا تحترق الفتيلة بتاعت مين التنجستين ولا يتلف المصباح. اللي بعده عدم وضع أشياء معدنية في القابس حتى لا نتعرض للصدمة الكهربية. علل وجود نقاط توصيل في مصابيح الفلوريسنت عايز وظيفتها لتوصيل التيار الكهربي لفتيلية المصباح والإضاءة. علل عدم وضع مواد قابلة للاشتعال جنب الأجهزة الكهربية اللي بتولد حرارة الإجابة حتى لا نتعرض للحرائق الكهربية. مقارنة جميلة بين المصابيح الكهربية وتوصيلها على التوالي وتوصيل المصابيح على التوازي. يلا نجاوب التوالي هي طريقة توصيل المصابيح واحد تلو الآخر بمسار واحد فقط لمرور الكهرباء. طب التوازي هي طريقة لتوصيل المصابيح في طرق متفرعة وبأكثر من مسار. المصباح العادي وإيه كمان ومصباح الفلوريسنت يلا نقول المقارنة من حيث التركيب لأنه شارط علينا انتفاخ زجاجي رقيق فتيلة التنجستين والقاعدة المعدنية. طب الفلوريسنت يلا نقول أنبوبة زجاجية فتيلتان تنجستين نقاط توصيل ده من حيث التركيب. طب المقارنة التالتة المواد الموصلة والمواد العازلة يلا نقارن من حيث التعريف هي مواد تسمح بمرور الكهرباء من خلالها. طب الأمثلة حديد نحاس ألمونيوم. طب هناك في المواد العازلة هي مواد لا تسمح بمرور الكهرباء من خلالها مثل الخشب والبلاستيك. السؤال اللي بعده اكتب المفهوم العلمي مواد تسمح بمرور الكهرباء خلالها عرفتها مواد جيدة التوصيل للكهرباء. حرائق لزيادة درجة الحرارة عرفتها الحرائق الكهربية. نمرة جيم مواد لا تسمح بمرور الكهرباء عكس الجملة مواد رديئة التوصيل للكهرباء. طريقة لتوصيل المصابيح واحد تلو الآخر غششني طريقة التوصيل على التوالي. نمرة هي أداة بتحول من كهرباء لضوء كلنا عارفينها المصباح الكهربي. واو طريقة لتوصيل المصابيح في طرق متفرعة ولا تتأثر الإضاءة طريقة جميلة طريقة التوصيل على التوازي. نمرة زين أحد أخطار الكهرباء لمرور الكهرباء في جسم الإنسان من هي الصدمة الكهربية. أحد أخطار الكهرباء بتؤدي إلى تلف الخلايا والأنسجة الحروق الكهربية. والله شريحة هامة جدا 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 ومفيدة خلي بالكوا يا ولاد. اكتب فقرة عن بعض الحاجات كأنه عايز التعريف باختصار. الصدمة الكهربية هي مرور التيار الكهربي الشديد خلال جسم الإنسان. طب ضررها بيعتمد على عنصرين شدة التيار وزمن التيار. اللي بعده الحرائق الكهربية هي أحد أخطار الكهرباء
تحدث بسبب ارتفاع درجة حرارة الأجهزة الكهربية وزيادة التحميل. طب المصباح الكهربي ايه هو؟ هو وسيلة للإضاءة بتحول من طاقة كهربية إلى طاقة ضوئية وتضيء الشوارع والمنازل والمحلات. طب احتياطات الكهرباء هنقول بعضها: عدم وضع عدة وصلات في المصدر، عدم إدخال أي جسم معدني في القابس، عدم لمس الأدوات الكهربية واليد مبللة، وضع قطعة بلاستيك على القابس، عدم العبث بالتوصيلات الكهربية، عدم إصلاح الأجهزة وهي موصلة بالكهرباء. دي بعضها. السؤال اللي بعده: لاحظ حالتي الكسوف المقابل وعايز نوعها وعايز تفسير لأسبابها. يلا نقول مع بعض. الأولى شكل واحد بيمثل مين؟ كسوف جزئي. ليه؟ لأنها تكون في منطقة شبه ظل القمر على الأرض، ده التفسير بتاعها. طب التانية بتمثل الكسوف الحلقي لأنها بتبقى مكانها وموقعها في منطقة امتداد مخروط الظل على الأرض، آدي اسم الظاهرة وآدي السبب بتاعها. الشريحة اللي بعدها رسمة مهمة، ده مين ده اللي في النص؟ ده الصغير حجما، ده القمر، يبقى الظاهرة ظاهرة كسوف الشمس. طب اكتب البيانات على الرسم. نمرة واحد منطقة الظل، آدي نمرة واحد المنطقة السوداء اللي قدامنا. نمرة اتنين منطقة شبه الظل، وادي المنطقة المحيطة بالمنطقة السوداء، اعتام جزئي. طب نمرة تلاتة بيسأل على القمر، ادي السهم ونمرة تلاتة. طب نمرة اربعة بيسأل على الشمس، وادي نمرة اربعة، ادي السهم بتاعها. طب نمرة خمسة الكرة الارضية، الارض والقمر في الوسط، تبقى ظاهرة كسوف الشمس هي وقوع القمر بين الارض والشمس وعلى استقامة واحدة تقريبا، فيحجب مين؟ القمر، ضوء الشمس عن الأرض. السؤال اللي بعده علل لا يجب النظر المباشر لأشعة الشمس بالعين. الإجابة لخروج الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء التي تؤذي العين ويمكن أن تذهب بالبصر. علل يحدث كسوف حلقي عندما يكون القمر في مدار أعلى من الأرض أو بالنسبة للأرض. الإجابة لأن القمر يكون في أقرب نقطة من الشمس ويكون في مدار أعلى من الأرض ويمتد مخروط الظل لمين؟ لسكان كوكب الأرض. نمرة جيم ليه بيختلف نوع الكسوف حسب حركة القمر أمام قرص الشمس؟ الإجابة بترجع للموضع بتاع القمر والحجم الجزئي اللي بيحجب. نقولها إزاي؟ لاختلاف حجم الجزء الذي يحجبه القمر عن قرص الشمس المضيء. كسوف الشمس ومخطط تحدث إمتى؟ عايز تفسير الظاهرة عندما يكون القمر بين الأرض والشمس وعلى استقامة واحدة تقريبا. طب الأنواع كلي وجزئي وحلقي. طب الكل إمتى؟ عندما يقع جزء من الأرض في ظل القمر. طيب الجزء إمتى؟ عندما تكون الأرض في شبه ظل القمر. طب الحلق إمتى؟ عندما يكون جزء من الأرض، ركز، في امتداد مخروط ظل القمر. السؤال اللي بعده مقارنة بين ظاهرة الكسوف والخسوف. تعريف دي وتعريف دي هي وقوع القمر بين الأرض والشمس وعلى استقامة واحدة تقريبا، فيحجب القمر ضوء الشمس عن الأرض وتحدث نهارا. طب الخسوف هي وقوع الأرض بين القمر والشمس وعلى استقامة واحدة تقريبا، فتحجب الأرض ضوء الشمس عن القمر وتحدث وراء الأفق ليلا. صح وغلط: مع إن ظاهرة الكسوف والخسوف بتجذب انتباه الناس لكنها لا تؤثر على الحياة. الإجابة صحيحة، الحياة مستمرة. عائد تانية: تتقرر ظواهر الكسوف والخسوف بصفة دورية ونتنبأ بها. الإجابة أيضا صحيحة، الإجابة صحيحة، وكان معانا تفسير في الأولى إن دي ظواهر طبيعية تحدث بسبب دوران القمر حول الأرض وكلاهما حول الشمس، والتانية لأن القمر والأرض يدوران في مدارات منتظمة ثابتة. ده إجابة توضيح وتفسير لسر التصحيح في السؤالين.
سؤال اللي بعده، لماذا لا يتكون خسوف حلقي للقمر زي كسوف الشمس؟ الإجابة ببساطة، لأن الأرض أكبر حجما من القمر. اللي بعده، مخطط بس على الخسوف، آدي خسوف القمر يحدث إمتى؟ الظاهرة عندما تقع الأرض بين القمر والشمس وعلى استقامة واحدة. طب الأنواع، خسوف كلي وخسوف جزئي. طب إمتى كلي؟ عند وقوع الأرض في منطقة ظل القمر. طب إمتى جزئي؟ عند وقوع الأرض في شبه ظل القمر. السؤال اللي بعده، علل، لا يجب النظر بالعين لأشعة الشمس في فترة الكسوف. الإجابة، لخروج الأشعة الضارة التي تؤذي العين ويمكن أن تذهب بالبصر زي فوق البنفسجية وتحت الحمراء. ليه بيختلف نوع الكسوف تبعا لحركة القمر؟ ليه معاد؟ لأن دي بتاعت الوحدة، لاختلاف حجم الجزء الذي يحجبه القمر عن قرص الشمس. لا يتكون خسوف حلقي زي الكسوف الحلقي. الإجابة ببساطة، لأن الأرض أكبر حجما من القمر. لا نستطيع أن نشاهد الشمس كليا. إمتى؟ أثناء الكسوف الكلي. الإجابة، لأن القمر يحجب قرص الشمس كليا عن الأرض. يبقى الحجب هنا حجب كلي، لذلك لا نشاهد الشمس. تحدث ظاهرة مين الشمس؟ بدم الشمس. يبقى كسوف الشمس عندما يحجب القمر لأنه في النص، نمرة به. يحدث إيه القمر؟ أقول له يبقى خسوف. الكسوف للشمس، الخسوف للقمر. طب مين في النص؟ الأرض، نمرة جيم. يتكون كسوف إيه للشمس؟ يبقى عايز النوع. طب اديني معلومة. يقع القمر في مدار أعلى من الأرض، بدم جاب سيرة العلو يبقى ده الكسوف الحلقي. السؤال اللي بعده، صح وغلط، منذ القدم والإنسان يطالع النجوم والكواكب وما شاء الله وضع حسابات دقيقة لرصد حركتها في الفضاء. الإجابة صحيحة. نمرة به، يمكن رؤية الخسوف بسهولة من أي مكان على سطح الأرض غير الكسوف. الإجابة أيضا صحيحة. نمرة جيم، يمكن ملاحظة أكتر من نوع من الكسوف. أقول له الإجابة صحيحة، والدليل كل وجزء وحلقي. السؤال اللي بعده، تعريفات ومصطلحات منطقة الظل. ايه تعريفها؟ هي منطقة معتمة لا يصلها الضوء من المصدر. طب شبه الظل، هي منطقة شبه معتمة يصلها جزء من مصدر الضوء. طب الكسوف الكلي، يلا نقول هي ظاهرة طبيعية تبدو فيها الشمس على هيئة قرص معتم في ظل القمر. طب الكسوف الجزئي، ايه مفهومه وتعريفه؟ هي ظاهرة طبيعية نرى فيها جزء من الشمس. طب مكان حدوثها؟ في ظل القمر. طب الخسوف الكلي، ايه مفهومه؟ هي ظاهرة طبيعية تحدث عندما يكون القمر بالكامل في ظل الارض. مقارنة بين الكسوف والخسوف، تعريف دي وتعريف دي. هي وقوع القمر بين الارض والشمس وعلى استقامة واحدة تقريبا. طب هناك، وقوع الأرض بين الأرض والشمس وعلى استقامة واحدة. يبقى هنا الاختلاف في إيه؟ في المفهوم بين دي وبين دي، كسوف وخسوف. السؤال اللي بعده، مقارنة بين الكل والحلقي. نقول له دي ظاهرة طبيعية لا نرى فيها الشمس كليا. طب المنطقة اللي بتحدث فيها بتبقى منطقة سقوط ظل القمر على الأرض، والقطر بتاعها 250 كيلومتر. طب الحلقي، وقوع الأرض في امتداد مخرط ظل القمر، وبتبدو قرص أسود اللون محاط بهالة مضيئة شبه الحلقة، عشان كده سمي كسوف حلقي. السؤال اللي بعده، مصطلح علمي، يحدث للقمر عندما يدخل كله منطقة ظل القمر. غششني، يبقى اسمه خسوف كلي. طب ليه خسوف؟ لأن اللي بيجي بعد ظل هو اللي في النص، ظل الأرض، يبقى الأرض هي اللي في الوسط. بدم الأرض في الوسط يبقى خسوف، وبدم كله يبقى كلي. واحدة واحدة تتتاتا تحل بسهولة. اللي بعده، يحدث عندما يدخل جزء من القمر في ظل الأرض. مين اللي بعد ظل؟ الأرض، يبقى في الوسط، يبقى أيضا خسوف، ولكن خسوف جزئي. نمرة جيم، يحدث عندما تقع الأرض بين القمر والشمس.
بنام الأرض في الوسط، يبقى الخسوف بصفة عامة نقول له خسوف القمر من غير أنواع. السؤال اللي بعده، وحدة النبات، في النباتات تنتشر الثغور بكثرة، الثغور بكثرة فين يا ولاد؟ برافو عليك، على السطح السفلي للورقة العدد أكبر. تمتص الشعيرة الجذرية معظم الماء عن طريق بدام خاصية يبقى مية، يبقى الخاصية الإسموزية. الشعيرة الجذرية عمرها أيوة فعلا قصير، تتمزق بالاحتكاك مع حبيبات التربة، يفقد النبات الماء على هيئة بخار الماء، فعملية أيوة عملية النتح. نمرة هي جذر الشعيرات الجذرية، ربنا سبحانه وتعالى خلقها ذات جدار رقيق. السؤال اللي بعده، المصطلح العلمي، انتقال جزيئات الماء خلال غشاء شبه منفذ من تركيز الماء المنخفض للعالي، ده تعريف مين؟ الخاصية الإسموزية، تركيب يمتد من بشرة الجذر وبيمتص الماء، مين ده؟ الشعيرة الجذرية. عملية حيوية يفقد فيها النبات الماء على صورة بخار الماء، تعريف عملية النتح. نمرة دال، تركيب في النبات يمر من خلاله الماء من الجذر للساق للأوراق، مين اللي معاه التسلسل ده؟ أوعية الخشب المهمة، خليتان في النبات تحب الصغر، أيوة خليتان حارستان. قدرة الشعيرة الجذرية وقدرة الغشاء الخلوي بتاعها على إنه يسمح لبعض الأملاح بالنفاذ، ولكن حسب حاجة النبات، ده مفهوم خاصية النفاذ الاختياري، ودي شريحة مهمة جدا وبكتب لك أستاذ حامد عشان تتذكرني. السؤال اللي بعده، صوب ما تحت خط تساهم عملية التنفس في صعود الماء والزائبات لأعلى النبات؟ طبعا الإجابة خطأ، عملية مين؟ النتحة. نمرة به، تمتد السك وتتغلغل في التربة؟ لأ، أمال مين؟ الجذور. نمرة جيم، تفرز الشعيرة الجذرية مادة صلبة؟ لأ، أمال؟ مادة لزجة. يفقد النبات الماء على صورة بخار الماء فعلا في عملية البناء الضوئي؟ لأ، أمال في عملية النتح؟ نمرة هي، تحط الصغور بخليتين خشبيتين؟ لأ، خليتان حارستان. السؤال اللي بعده، صح وغلط تمتد الساق وتتغلغل في التربة لزيادة سطح الامتصاص؟ الإجابة خطأ. طب التصويب؟ الجذور. نمرة به، يفقد النبات الماء على هيئة بخار الماء في البناء الضوئي؟ لسه قايلينها، خطأ، أمال في عملية النتح. نمرة جيم، تحاط الجذور في النبات بخليتين حارستين؟ طبعا هنا الغلطة في الجذور، أمال الإجابة إيه؟ الإجابة طبعا تبقى خطأ، والتصويب بتاعها هتبقى مين يا ولاد؟ هتبقى الصغور، هي اللي بتحاط بخليتين حارستين، والصغور موجودة في ورقة النبات. ما المقصود بكل مما يأتي؟ عملية النتح، يلا نقول التعريف، هي عملية حيوية يفقد فيها النبات الماء على هيئة بخار الماء، ده تعريف النتح. طب الخاصية الإسموزية، هي عملية انتقال الماء خلال غشاء شبه منفذ شبه المصفى أو الشبكة من تركيز الماء العالي إلى تركيز الماء المنخفض. طب النفاذ الاختياري والخاص بالأملاح المعدنية، هي عملية انتقال الأملاح المعدنية خلال غشاء شبه منفذ حسب حاجة النبات، ما بياخدش إلا الأملاح اللي محتاجها فقط. طب الطاقة بتجيله منين؟ بتجيله بمساعدة الطاقة الناتجة من تنفس الجذر. تلات تعريف في منتهى الأهمية، خلي بالكم منهم يا ولاد في الوحدة الرابعة. بكده يا ولاد الحمد لله خلصت حلقتنا، حلقة مراجعة ليلة الامتحان المختلفة شكلا ومضمونا، واللي حلينا فيها أسئلة الكتاب المدرسي، تجمعها يطلع أسئلة الكتاب، وكمان هتلاقي الورق بتاعها مصحوب معاك على موقع الاسكولة، تقدر تستفيد بيه ورقيا وكمان سكرين شوت من الحلقات وكمان الفيديو اللي موجود فيه الشرح والتفصيل بالحل. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، تحيات كل أفراد الاسكولة اللي بيتمنوا لكم كل توفيق وكل نجاح بإذن الله.
الله. ودايما اقول لك حل بايدك وعيد الحلقه واتفرج عليها، ومش بس كده شيرها في الخير عشان تؤجر وتاخد ثواب والكل يستفيد ويبقى لك نصيب باذن الله. بنتمنى لكم كل نجاح وكل توفيق، وبلغونا الدرجات والتقديرات بتاعتكم، ونشوفكم باذن الله في المرحله الاعداديه. وكل عام وانتم طيبين. تحياتي مستر حامد البيومي واسره لسكولا.